يرجع وين على الشمال خطيرة المرسي عالية راسها يدفع عبد الرسول ترجع وترجع على اليمين تطرد من قدام اللاعب الفريد كرة طولية خطير خطير اتنين على واحد عبد الرحمن بعرضية خطيرة رشيد احمد والهدف جول جول جوه جول الهدف الرابع الهدف الرابع لفريق الداخلية هدف تأكيد الفوز هدف مشاهدينا تأكيد البقاء مع الكبار الداخلية خلاص يبقى مع الكبار وخلاص أسوان وغزل المحلة هبطوا رسميا إلى دوري الدرجة الثانية أدي الهجمة أدي الهجمة وأدي الباصة الجميلة بقدم عبد الرحمن البنوبي وعلى طول لمسة سحرية بقدم هداف موجود قدام في الخط الأمامي هو الخطير الوحش الناجيري هو اللاعب رشيد أحمد عشان فريق الداخلية يقضي تماما على امال نادي اسوان ويسجل الهدف الرابع في المباراة.